ومن أعجب العجب تهديد الليوث بالرتوت والسباع بالطباع. خيولنا مصرية وسهامنا يمانية وسيوفنا مطرية، أكتافها شديدة المطالب ووصفها في المشارق والمغارب. لا يصدع قلوبنا شديد وجمعنا لا يراع بتهديد، بقوة العزيز الحميد. إن عصيناكم فتلك طاعة، وإن قتلناكم فنعم البضاعة، وإن قتلنا فبيننا وبين الجنة ساعة. قلتم قلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، فالقضاء لا يهوله كثرة الغنم، وكثرة الحطب يكفيه قليل اللهب. أفيكون من الموت فرارنا وعلى الكل قرارنا؟ ألا ساء ما يحكمون. الفرار من الدنايا لا من المنايا، فهجوم المنية عندنا غاية الأمنية. إن عشنا فسعيدا وإن متنا فشهيدا، ألا إن حزب الله هم الغالبون. أبعد أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين تطلبون منا الطاعة؟ لا سمعا لكم ولا طاعة. وإني قد وضعت القلم وحملت السيف، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.